بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسألة صلاة الفجر آخر كلام فيها أن أنا على يقين من خطأ توقيت النتيجة، والبيان المنشور في آخر عدد مجلة أنصار السنة اللي طالع من 10 سنين هو نفس البيان القديم العجيب الذي يحيل إلى المجهول وعلى المجهول، أننا لا ندري صحة هذا، فالأحوط أن نبقى على ما نحن عليه. والله عجب، والله كيف ذلك؟ أولا مسألة خطأ هذه الحسابات ذكروا الشيخ الألباني، ذكروا الشيخ العثيمين، ذكروا الشيخ رشيد رضا، والشيخ غادي الحق قبل أن يموت، وأنا قلت للإخوة وصيته المنقولة بالإسناد الصحيح، حدثنا الشيخ أحمد عطيبة، حدثه الشيخ علي الخطيب أن الشيخ جاد الحق في مرض موته وهو على فراش المرض وفراش الموت يقول: غيروا صلاة توقيت صلاة الفجر، غيروا توقيت صلاة الفجر. سبب نشر البحث في مجلة الأزهر أن الشيخ علي الخطيب حس أنه هيتشال من المجلة بعد ما الشيخ جاد الحق مات، فقال ألحق أعمل وصية الشيخ. قال الشيخ أحمد عطيبة هنا، قال له: إيه الموجود في البحث دلوقتي؟ قال له: بحث عبد الملك الكليب. الشيخ اتصل بيا وقال لي: هات البحث الموجود بتاع عبد الملك الكليب. فجاب ودينا البحث، الراجل نشره كما هو. أنا ما بقولش إن بحث عبد الملك الكليب بحث دقيق وتام، المسألة محتاجة فعلا أمر طويل، ولكن إحنا الإخوة قاموا برصدات طويلة كثيرة جدا، أنا عن نفسي شفتها عشرات المرات، مش مبالغة، عشرات المرات، ان انا ادور على ضوء فجر عند الاذان ده ما يطلع اي ضوء، ما يظهر شيء على الاطلاق. واما بالنسبه للاخوه في الصحراء والاخوه البحاره، وانا مكلف اخوه كتير جدا بالموضوع ده، الاخوه بحاره ضباط بحاره في البحر قباطنه، عارفين كويس جدا كل الحسابات الفلكيه، وده ال 16 ونص الدرجه دي، واخوه في الصحراء 16 ونص، 17 ونص أقل حاجة وردت لنا من رصدات، والأمر بيختلف من يوم ليوم ومن وقت لوقت حسب درجة صفاء السماء ودرجة الغيوم ودرجة الرطوبة. وده كلام علمي دقيق جدا، إن في درجات متفاوتة في الموضوع تختلف من يوم ليوم، وتختلف حسب خبرة الناظر كذلك، إن واحد مش متعود إنه يبص في النور والضلمة ممكن يختلف الأمر عليه. الإخوة في الصحراء مطلعين زوايا ما بين 17 و17 ونص و16 ونص، والأغلب 17، يعني زوايا إن الشمس تحت الأفق، يعني يطلع توقيت حوالي من 8 إلى 12 دقيقة، اللي هي 17 و17 ونص، دي من 8 إلى 12 دقيقة دلوقتي، أكثر من 8 دقايق، من 9 ومن 9 ل 12 في التوقيت اللي احنا فيه في هذا التوقيت. 16 ونص يعمل توقيت يفرق حوالي 16 17 دقيقة حاليا. فعلى الأقل أنا بقول الاحتياط في عبادة الصلاة هذا احتياط عظيم الأهمية. احتاطوا في الصيام ما تشاءوا، لكن احتاطوا للصلاة أيضا. مسألة إن هو إظهار الأكل بعد الأذان، هذا الأمر أقول إظهاره عند من يقع بسبب ذلك فتنة، نحن نمنع من ما يثير فتنة، لكن إن هذا الأمر يبقى أفطر به في رمضان أخطأ من قبل ذلك، خلال زي ما قلت على الأقل 8 دقائق، ده ما فيش أقل من كده، ده أكيد، وده علميا أساسا مسجل في كل المراجع العلمية، إن ما فيش ضوء يمكن أن يظهر، يمكن أن يظهر قبل 18 درجة تحت الأفق. وبقول 18 غالبا لا يظهر ضوء، 17 ونص 17 16 ونص. توقيتات أخرى محسوبة في أبحاث جامعية في هيئة الأرصاد الفلكية تابعة لإحدى الهيئات الرسمية في المملكة العربية السعودية، بتطلع الزاوية 15 و4 من 10، تأخر أكتر، كل ما الزاوية تنقص كل معناه إن الوقت الفرق يزيد، الفرق يزيد، يعني يعمل حوالي أكتر من
22 دقيقة في التوقيت الحالي مثلا، في توقيت اللي هو عاملاه اتحاد مؤسسات جمعيات أمريكا الشمالية حاسبينها، كانوا حاسبينها على 14 وعدلوها إلى 15. آخر تعديل لهم في ساعات ساعة الفجر المعروفة بيحسبوها على 15. أنا بقول، ما زلت أقول، إن 16:30 من أحوط التوقيتات للأمرين، للصلاة وللصيام. وإن كان 17:30 وارد أن يرى الفجر عندها في بعض الأحوال. فبقول للإخوة ما حدش يصلي قطعا قبل زاوية 18 دي، ولا 17:30. وأنا عن نفسي لو أقاموا الصلاة قبل ربع ساعة أنا هعيد الصلاة، أنا مش هصلي معاهم. على إيه؟ أبدا، ده الشيخ غادي الحق هو اللي عمل اللجنة. سبب الموضوع ده إن إحنا كنا بنأذن، عشان أقول وحكي لكم قصة، الموضوع ده مسار من سنة 84، وإحنا بدأنا نأذن أذان تاني في مسجدنا في ذلك الوقت، فحصل نوع من الأزمة، وبعض الناس بعتت شكاوى، فبعض الجهات رفعت شكوى فينا إلى الشيخ غادي الحق. فالشيخ غادي الحق راح جاي تسرع في ذلك الوقت وأصدر بيان بأن توقيت الفجر صحيح، ومع ذلك هنعمل لجنة، هنعمل لجنة لرصد الأمر من هيئة المساحة ومن علماء الأزهر. فالشيخ بعد 5 سنوات من اللجنة، واللجنة طلع تقريرها بأن توقيت الفجر خطأ وأنه لابد من تعديل التوقيت، والشيخ من تاريخه وهو بيطالب بتعديل أو ينوي تعديل صلاة الفجر، ولما ما ملحقش يعمل الكلام ده قبل ما يموت، على فراش الموت وهو بيقول عدلوا توقيت صلاة الفجر، يوصي بتعديل توقيت صلاة الفجر. هذه بقى الجد الفتوى القديمة دي اللي طلعوها في كذا مكان، دي الفتوى أول قبل ما يشكل اللجنة، اللي اللجنة تشكلت وطلعت تقرير واتنشر التقرير في الجرائد والصحف في ذلك الوقت بيثبت توقيت مبالغ فيه جدا 54 دقيقة عن التوقيت عن شروق الشمس فقط، يعني فرق أقل من ساعة من شروق الشمس. فاللجنة دي بس يبدو ان كان الامر محتاج، بس قعدت 5 سنين تعمل رز مع هيئة المساحة وخرجت تقرير بيقول توقيت الفجر غلط. فالشيخ رجع عن هذا الكلام، الفتوى المنشورة قبل ذلك. وانا بقول انا عارف القصه، ان انا القصه دي كانت في شكوى فينا احنا، معموله فينا ان دول عاملين فتنه. فالشيخ اول ما افتى قال لا، لازم ان يلتزموا بالتوقيت ومحدش يعمل توقيت تاني، والتوقيت صح من غير ما، واحتياطا هنعمل لجنه. عمل اللجنه، طلعت اللجنه بتقول التوقيت غلط. فعشان كده الشيخ قبل ما يموت كان موصي هذه الوصيه، وانا قلت لكم بالاسناد. عايزين ايه تاني بقى؟ خلاص خلونا نقرا كلمتين. انا عارف، انا بتكلم بقول حد راح البيان ده، في حد بيقول انا شفت، طلعت وشفت ولقيته مظبوط، والله ما في حد قايل كده ولا شيوخ، وسالت الشيوخ من الشيوخ اللي حاضرين وقالوا احنا اتحطت اسامينا من غير ما نقول الكلام اللي كتب ده. احنا كنا قالوا لنا تعالوا احضروا اجتماع عشان الموضوع ده من 10 سنين من 11 سنه واخد بالك، وما وبعدين قالوا لنا خلونا ما نتكلمش في الموضوع لغايه ما نعمل بحث، وبعدين بصوا لقوا ان الكلام انه طلع ان التوقيت سليم لغايه ما نعمل بحث. طب تعرف منين التوقيت سليم لغايه ما تعمل بحث؟ شيء غريب والله، مخالف لكل المراجع العلميه بتقول غلط، لان ما فيش حد في الفلك ولا في البحريه الامريكيه والهيئه البريطانيه بيقولوا انه يمكن ظهور ضوء قبل 18 درجه. لا علميا ولا واقعيا انتوا رحتوا شفتوا ولا حد طلع شاف. انا بقول لكم انا بنفسي شفتها عشرات المرات في البر وفي البحر، مش مره واحده. أنا بنفسي عندي يقين بخطأ التوقيت ده.